مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من ترندز. انا بسنت الحسيني وهكون معاكم النهارده في حلقه ترندز بدل من زميلتنا ريهام الشيخ لغايه ما ترجع بالسلامه. وزي ما عودناكم في ترندز هنتكلم معاكم في كل جديد وكل اللي بيحصل في عالم السوشيال ميديا. يلا بينا نبدا الحلقه فقره ترندز اوف ذا ويك. اول ترند معانا الاسبوع ده هو ترند من انجلترا، وطالما قلنا انجلترا يبقى اكيد كلنا هنخمن كده ان الترند خاص بلاعبنا اللي مشرفنا محمد صلاح. والحقيقه ان محمد صلاح متصدر الترند في مصر وانجلترا الاسبوع اللي فات كله، وده لاكتر من سبب، كان اخرها الهدف الخرافي اللي جابه في اخر مباراه لفريقه في الدوري الانجليزي. وبعيدا عن جمال الهدف الا ان اهميته بتيجي في ان محمد صلاح دخل رسميا نادي العظماء واساطير ليفربول بعد ما وصل رصيده من الاهداف مع ليفربول ل 150 هدف، وبيفصله 8 اهداف بس عن مايكل اوين صاحب المركز الثامن عنه في القائمه، مايكل اوين اللي جايب 158 هدف. طبعا محمد صلاح لو استمر بنفس المستوى ده هيقدر ينهي الموسم في مركز متقدم جدا. تصدر محمد صلاح الترند كمان بسبب انه اتصدر قائمة هداف الدوري الانجليزي ب 17 هدف بفارق 5 اهداف عن اقرب منافس ليه وهو زميله في الفريق جوتا. الترند التاني اللي معانا هو خاص بمسلسل ابو العروسه واللي مكسر الدنيا وكل الناس بتتكلم عنه. في لقطات كتيره قوي منه متصدره الترند، وطبعا احنا بنتكلم دلوقتي عن الجزء الثالث من مسلسل ابو العروسه. الحقيقه فيه كتير من المشاهد المؤثره اللي تصدرت الترند، وكان منها مشهد فسخ خطوبه هاجر واللي بتقوم بدورها كارولين عزمي بعد ما اكتشفت خيانه خطيبها ليها في يوم حنتها، وده خلى ناس كتير تتفاعل مع المشاهد دي. وكمان من المشاهد اللي كانت ترند هي رده فعل والد هاجر واللي بيقوم بدوره سيد رجب بعد ما هاجر سابت خطيبها، وازاي كان مثالي في رده فعله واستعاب بنته. ومن ردود الفعل الايجابيه كانت من هاني يونس المستشار الاعلامي لمجلس الوزراء اللي كتب على فيسبوك الخاص بيه: لم يسعدني الحظ لمشاهدة حلقات الجزئين الأول والثاني من المسلسل العظيم أبو العروسة لظروف العمل وكثرة حلقات كل جزء. اقتنست مشاهدة بعض الحلقات وكنت ساعتها في غاية من السعادة من هذا التمكن من مفردات العمل الدرامي بكل شيء. أحببت المسلسل كثيرا رغم أني لم أشاهده مكتملا، ولكني كنت أخشاه، نعم أخشاه، فأنا واحد ممن يبكون لسماع أغنية المبدع مدحت صالح: بنتي وحبيبتي وكل حاجة في الدنيا دي، لا أمل من سماعها رغم بكائي المتكرر، هكذا سأكون مستقبلا. ومسلسل أبو العروسة من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، كارولين عزمي، ولاء الشريف، محمد عادل، محمد حاتم، مدحت صالح، صفاء التوخي. واخر ترند معانا بقى هو خاص بفيلم معالي ماما واللي كان العرض الخاص بيه من ايام قليله. الفيلم من بطوله بشرى، محمود الليثي، نور ايهاب، وبتدور احداث الفيلم في اطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقه الام باطفالها في ظل وجود مسؤوليات كتير بتحيط بيها زي شغلها اللي بتقابل فيه كتير من التحديات. كاميرا ترندز كانت موجوده في العرض الخاص وقابلت بشرى وابطال الفيلم. الحقيقه هي المراه العامله عموما في مصر التي تعول وفي نفس الوقت بتشتغل وبتشتغل في مناصب مهمة أو بتبقى ماسكة مسؤوليات كبيرة جدا في مجال العمل، بتبقى دايما واقعة في حيرة وفخ اللي هو ما بين التوازن ما بين المنزل وما بين العمل، ودايما بيبقى فيه عناصر بتتأثر من الجانبين. فالفيلم بيطرح هذه التساؤلات، ما بيقولش يعني هو إيه اللي أصح، لكن الفيلم بيقول إن ده واقع موجود وملموس، وأعتقد إنه ده المهم جدا إن هو النظر للمرأة العاملة. حريص طول الوقت إن أنا أعمل شخصيات جديدة وأعمل حاجه شبهي انا او طبعي انا، ف يعني لو ركزت في كل الحاجات اللي انا عملتها القليله اللي انا عملتها مش هتلاقي شخصيه شبه الثانيه، لان انا مركز جدا وربنا يوفقني، يعني مركز جدا ان انا اعمل حاجات مختلفه. الفكره ان انا شايف الافلام كلها في مصر او في الوطن العربي كله مايلين للاكشن ومايلين لافلام اللي هي الكوميديا الفارس، الكوميديا الضحك للضحك. انا بعمل لايت كوميدي بس من خلال مضمون قصه فيها مورال طيب وفيها يعني قصه كفاح للاسره والام المصريه. انكل احمد نور قال لي انا عايزك في فيلم
في فيلم معالي ماما، وانا شفت الدور بقى وكده فعجبني، فانا رضيت. بشرى وانا وسولي ونور احنا المفروض اخوات وبنجنن مامتنا بنعمل فيها مقالب. وبكده تكون خلصت فقره ترندز اوف ذا ويك. هنروح لبريك سريع ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. دلوقتي جه معانا مع فقره سوشيال لاب، وزي ما عودناكم في الفقره دايما هنروح نشوف اكونت حد من المشاهير ونعرف هو بيعمل ايه على السوشيال ميديا. النهارده بقى السوشيال لاب هتكون من لبنان، وهنعمل معاكم لفه سريعه في اكونت الفنانه اللبنانيه نادين نسيب نجيم. نادين نجيم بتتميز في اختيار ادوارها، واللي كان اخرهم مسلسل صالون زهره، واللي حقق نجاح كبير جدا والناس تفاعلوا مع دورها بشكل كبير على السوشيال ميديا. نادين نجيم من الفنانات اللي بيتفاعلوا جدا على السوشيال ميديا، ودايما صورها وفيديوهاتها بتتصدر الترند. لقينا ان عندها على الانستغرام 14 مليون و500 الف متابع، ونشرت حوالي 1818 صوره وفيديو على الانستغرام، وده طبعا باين لنا قد ايه هي بتحب الانستغرام. طب يا ترى ايه هي الصور والفيديوهات دي؟ اول حاجه لفتت نظرنا انها نشرت اكتر من 100 صوره ليها من الفعاليات الفنيه واللي دايما بتحضرها، وطبعا بتتميز بذوقها الجميل في اختيار الفساتين، وده اللي بيخليها تتصدر الترند دايما. هنلاقي كمان انه في فيديو ليها من مهرجان فني حقق 1,200,000 مشاهده على الانستغرام. الفيديو اللي احنا نشوفه دلوقتي كمان حقق 1,800,000 مشاهده. نادين نجيم من فتره للتانيه بتحب تنشر فوتو سيشن جديده، فلقينا انها نشرت اكتر من 20 صوره ليها من فوتو سيشنز مختلفه. كمان من اكتر الفيديوهات اللي تصدرت الترند لما كانت في حفله خاصه بالجمال وسالوها عن سر جمالها، وقالت بمنتهى الوضوح والصراحه انها بتستخدم البوتوكس والفيلر. ومن اللحظات الحزينه اللي لقيناها على اكونت نادين نجيم هو لحظه انفجار مرفأ بيروت. ومن المعروف حب نادين لولادها جوفاني وهيفن، ودايما بتنشر ليهم صور كتير، فلقينا انها نشرت اكتر من 30 صوره ليهم معاها، واخر صوره ليها كانت في رحلتهم وسط التلج، والصوره حققت 149,000 لايك. ومن الانستغرام خلونا نروح للتيك توك. نادين نجيم من الفنانات اللي ليهم حضور كبير على التيك توك، فبيتابع نادين نجيم 2,700,000 متابع، اما هي فبتتابع 70 اكونت وحصلت على 7,100,000 لايك. نادين نجيم بتحب تشارك في التحديات اللي بتكون على التيك توك، وفيديوهاتها بتحقق نجاح كبير قوي، منها الفيديو اللي حقق 4,000,000 مشاهده. لاحظنا كمان ان هيفن بنت نادين مسيطره على الاكونت بتاعها بفيديوهاتها، اما فيديو رقص نادين مع بنتها هيفن حصل على 10,000,000 مشاهده على التيك توك. وبكده نكون خلصنا فقره السوشيال لاب. مع دخول اي مناسبه علينا زي مثلا رمضان، كلنا بنحب نجدد في ديكور بيتنا، وكمان نغير طرق الضيافه وطريقه تقديمنا للاكل لو عندنا عزومه مثلا. الديكور المنزلي وتعليم طرق الضيافه بقت من الحاجات اللي دخلت السوشيال ميديا بقوه، وبقى ليها متابعين وفي اقبال عليها كبير جدا. الحقيقه فعلا ان الاكونتس دي بتكون مفيده لينا جدا، لاننا بنشوف طرق وخطوات سهله وجديده ممكن نعملها في بيتنا بطريقه جميله. وضيفتنا النهارده متنوعه جدا في محتواها وبتقدم افكار مختلفه وجديده. منورانا النهارده في الاستوديو نغم النجار، مصممه الديكور المنزلي. اهلا بيكي يا نغم، منورانا في ترندز. ميرسي نغم. يعني في البدايه انا حابه اعرف انت ابتديتي ازاي اكونتك على السوشيال ميديا، دراستك، كل حاجه عنك في الاول. بصي، هو انا شغلي الاساسي انا فاشن ديزاينر، واشتغلت في المجال فتره من الوقت يعني قبل البيج بتاعتي طبعا، وقبل الجواز. وبعدين انا اصلا دراستي ما لهاش علاقه برضو بالفاشن ديزاين. درستي ايه؟ انا كنت اقتصاد وعلوم سياسيه، وبعدها عشان حبي للفاشن يعني غلب عليا في الاخر، فدرست وخدت دبلومه، وبعدين اشتغلت في المجال فتره من الوقت، وبعدين بعد كده حصل جواز وخلفه واولاد، وسافرت، اقامتي بقت في دبي، فكان في تغيير شويه، دروب شويه معايا اولاد، وما قدرتش اكمل شويه يعني خدت بريك من الفاشن ديزايننج يعني بالمعنى الاصح يعني. وبعدين بدات فكرت انا عشان انا بحب اي حاجه فيها
فن او فيها يعني تغيير يعني كريتيفيتي عامه ابداع بالظبط ابداع فعلا بالظبط يعني. فانا ما كنتش حابه ان انا ما بقدرش اقعد خالص كده حتى لو انا مش بشتغل في حاجه بشكل معين يعني. ففكرت اعمل موضوع البيج واعملها في الحاجات اللي انا بحب اعملها ولناس كتير قوي في حياتي عموما كانوا دايما بيسالوني بتعمليها ازاي، طب ده انت الافكار دي لو قلتيها. انت اصلا كنت موهوبه في حته الفاشن ستايلينج والهوم ستايلينج والحاجات دي بالظبط. ومعايا عندي بقى حاجات ثانيه اللي هي دي حاجات بقى بتبقى زي التالنت، انه لو مثلا يعني سي يعني لو حاجه اتكسرت ازاي اغيرها واخليها بشكل احسن. اتخصصت اكتر بقى لان لقيت الناس فعلا محتاجه الاتجاه ده، الهوستنج تيبس او ازاي لو عندك مثلا عزومه ازاي تقدمي بطريقه سهله وطريقه شيك وفي نفس الوقت تبقي مبسوطه باللي انت عملتيه للناس. ومش اي يعني والخطوات نفسها مش كل الناس تبقى عارفاها، تستخدمي ايه وتحطي ايه جنب ايه وازاي تعملي خطوات التقديم بشكل سهل يريحك انت وفي نفس الوقت يبقى سهل على الضيوف ان هي تتعامل مع يعني في المكان او في العزومه اللي انت عاملاها. بلس بقى الديكورات في البيت زي مثلا ديكور التويليت، انت برضه لو عندك عزومه مثلا اكيد من ضمن الاماكن اللي بنهتم بيها التويليت انه يكون جاهز ويكون شكله مختلف عن الشكل العادي بتاعه في الايام العاديه. دي برضه من الحاجات اللي انا برضه بوضحها وبعمل فيها تغييرات بكذا ستايل وكذا ليفل بحيث انها تبقى تناسب اي حد يقدر يعملها، يعني انه الديكورات مختلفه في شكلها وفي البادجت بتاعتها. انت بس مش بتتكلمي عن السفره نفسها يبقى شكلها عامل ازاي، لا انت بتتكلمي عن البيت كله شكله يبقى عامل ازاي بالزبط. مش بنتكلم كمان عن الديزايننج، احنا بنتكلم على يعني طريقه تنظيم البيت نفسها تبقى عامله ازاي بالزبط. طيب ايه هي بقى الهوستنج تيبس؟ يعني انت النهارده لو انا جاي لي ضيوف في البيت، مشاهدين قاعدين بيتفرجوا علينا دلوقتي، في حد جاي لهم البيت، ايه الهوستنج تيبس اللي انت تديها لهم؟ هقول لك هو في هوستنج تيبس في حاجتين مرتبطه بالاشخاص، تعاملك انت مع الاشخاص ومرتبطه بتجهيزات البيت. تعاملك انت مع الاشخاص زي مثلا انك تستقبليهم، حاجات معظم الناس عارفاها بصراحه، انك تستقبليهم بشكل كويس، بتضحكي، تكوني انت بتفتحي البيت مش اللي بيساعدك في البيت مثلا لو حد بيساعدك في شغل او الاولاد او الاولاد او كده. فدي حاجات يعني معظم الناس تقريبا عارفاها. الجزء الثاني ايه اللي هتعمليه مثلا في العزومه نفسها، هترتبي البيت ازاي؟ فمن ضمن الحاجات مثلا انه العزايم اللي هي بتبقى بشكل بوفيه، انا بشوف انه انك تقدمي الاكل او العزومه تعمليها على شكل بوفيه او زي اوبن بوفيه بتبقى اسهل بكتير ليكي وللضيف. فدي من ضمن الحاجات اللي انا بنصح بيها، انه مش لازم نعمل الاكل على نقدم الاكل على السفره والناس كلها، ممكن يكون عدد اكبر من السفره اصلا من عدد كراسي السفره. فانا بشوف ان انسب حاجه خصوصا في العزايم الكبيره زي رمضان بتبقى العيله العائلات الكبيره كلها بتتجمع. فبشوف انه يتعمل بوفيه كبير والاصناف كلها تبقى محطوطه عليه بشكل سهل الوصول ليه وبشكل برضو اتراكتيف وكمان برضو ده بوفيه الاكل وبرضو يبقى فيه بوفيه للحلو. بصي من كذا حاجه، يعني اولا انا يعني انا بحب اي مجال انا بحبه بحب اولا ادرسه واقرا فيه كتير. فانا اخذت ورك شوبس مع ناس بروفيشنال في المجال ده، بلس انا بطور نفسي كتير مش كمان بس بالقرايه يعني بان انا اجرب كتير واعمل كتير وبلاحظ يعني في اي مكان ايرور زي ما بيقولوا، او بالظبط يعني تعملي حاجه صح مره تعملي حاجه غلط مره تتعلمي منها. بلس على فكره الفاشن ديزايننج على فكره نفعني جدا ان انا بتبقى عيني بالذوق ميكس الماتيريالز مع بعض، يعني انا ميكس الماتيريالز مع بعض موجود في الفاشن عموما استخدمته كمان في الهوستنج تيبس او في سوري في فكره التقديم بشكل عام، ان انا اعمل اختلاف في الماتيريالز حتى اللي بستخدمها مع بعض وان اعمل حاجه مختلفه مش شرط يكون حد قبلي عاملها قبل كده. فعندي الجرأه ان انا ابتكر حتى يعني سيت اب كامل يعني مش متشاف قبل كده بطريقه زي ما احنا متعودين. فمثلا البوفيه ده بوفيه حلو في رمضان. فانا مثلا ناس كتير قوي في رمضان بتحب بعد الفطار على طول تشرب شاي وحاجه حلوه معظم الناس يعني. فبيبقى افضل ان يكون البوفيه جاهز بحيث ان حتى لو في حد خلص فطاره بدري ومحتاج يشرب شاي او ياخد حاجه حلوه يبقى البوفيه جاهز، لا هيبقى صاحبه البيت انها عندها مشكله انها محتاجه بسرعه توضب او تشوف تقدم الحاجه الحلوه وكل واحد هيبقى براحته.
يعني انا بحب برضو فكره هيلب يور سيلف، هي براحتها والناس براحتهم بالظبط، ان كل واحد مفيش استعجال يعني مفيش استعجال، وكل واحد بيقدر يعمل اللي هو عايزه بمنتهى البساطه ومنتهى، لان كل حاجه واضحه ومحطوطه قدامه، الشاي بيبقى جاهز، الاصناف الحلوه. وفي حاجه كمان مهمه انا عايزه اقولها برضو، تيبس مهمه مش كل الناس بتاخد بالها منها، بالذات في التقديم، لما بيكون في اصناف كتير بنقدمها في العزايم مهم جدا، دي يعني بتفرق كتير، ان الاصناف تتقطع زي بايتس او قطع صغيره، لان في ناس كتير بتبقى عايزه تجرب من اكتر من صنف، فلو قطع كبيره هو يا اما هياخد وهيبقى فيه متبقي في الطبق بتاعه، ده مش حاجه برده كويسه، او اكيد ممكن يكون مش حابب. فلما بتبقى معموله قطع صغيره بتبقى سهله ان هو ممكن يجرب كذا صنف وما يبقيش في الطبق بتاعه. فدي برده بنصح بيها، ان في البوفيهات اللي بتتعمل يفضل اي قطع اي اصناف تتقطع قطع صغيره في التقديم. دي من ضمن برضو التبس اللي بقولها ساعات كتير من يعني في البوفيهات اللي انا بعملها او في التقديمات اللي انا بعملها. بس فدي دي فكرتي طول الوقت، ان احنا في ناس برضو بتهتم غير بالاكل، يعني غير الاكل وتقديمه، بتقديم الاطباق والشوك والسكاكين والمعالق والحاجات دي مهمه جدا جدا. انت بتنصحي بايه بقى؟ يعني الحاجات دي بتدي يعني بتدي شكل كده حلو، ده اكيد. بس في نفس الوقت في ناس، انا مثلا ممكن يكون جاي لي ناس سريعا ما عنديش وقت انزل اجيب نابكنز مثلا او المناديل اللي بتتحط، او ازاي اخلي شكل السفره حلو من غير ما من الاخر كده ادفع فلوس كتير، اعملها ازاي؟ طيب هقول لك على حاجه، هي مبدئيا ان يكون كل حاجه نظيفه، يعني حتى لو عندي مفرش واحد ابيض في البيت ابقى حريصه ان هو مفرش ابيض، ما فيهوش بلين، ما فيهوش اي حاجه. ومش شرط تكون خامته على فكره، يعني حاجه يعني غاليه قوي، او يعني ممكن يكون مش ابيض ساده، بس يكون كل حاجه نظيفه، الاطباق تكون ما فيهاش نقطه ميه، يعني تكون متنشفه كويس، والحاجه تكون مترتبه. النظام بيفرق، يعني ممكن اكون مش حاطه حاجات غاليه قوي على السفره، او مش حاطه مش جايبه اطقم كتير، بس ترتيب الحاجه بشكل منظم وبشكل نظيف، يعني الترتيب والنظافه من الحاجات العوامل الاساسيه اللي بتخلي شكل الحاجه في الاخر حلو وبقل التكاليف. فالترتيب والنظافه دي رقم واحد في حالة لو مش عندك الإمكانية إنك تجيبي تفاصيل كتير قوي، خلي اللي عندك يطلع يعني بأكتر شكل ممكن يطلع بيه حلو. طب نغم، خلينا بقى نشوف دلوقتي سفرة كده رمضان مترتبة بشكل حلو لطيفة قوي، دسار عليها، احكي لنا أكتر يعني الترتيبات دي بقى إزاي، يعني لو أنا في البيت أعملها إزاي لو عندي عزومة. ده بوفيه تاني برضو لأصناف الحلو في رمضان اللي بنقدمها. هو من الحاجات برضو اللي أنا بأكد عليها، نعمل ارتفاعات بيخلي البوفيه شكله أتراكتيف أكتر، وبتسهل الوصول للحاجة، يعني الحاجة اللي ورا نعليها والحاجة اللي قدام ممكن هي اللي تبقى أوطى شوية، فبتبقى اسهل للوصول. يعني ده ليه تكنيك؟ يعني انا لما بروح فرح مثلا والاقي الكورنر بتاع الحلويات والكب كيكس والحاجات في دي في عالي وفي ارتفاعات، ده ليه فكره وراه؟ لها فكره عشان النظر، انه يبقى شكله اتراكتيف اكتر، وفكره تانية عمليه انه يبقى اللي ورا اعلى شويه، ان انا اقدر اجيب اسهل. بالظبط. وبصي برده الشاي الكوبايات كانت موجوده، وده النوتس بقى، ان رمضان طبعا اكيد بيبقى لازم يكون في مثلا نوتس وتمر، اللي هي الحاجات اللي احنا متعودين عليها. واصناف الحلو، ولو لاحظتوا هتلاقوا اصناف الحلو برده متقطعه قطع صغيره زي ما بقول. ولازم بقى يكون كل حاجه موجوده على البوفيه، يعني الاطباق الصغيره، المعالق اللي بنغرف بيها الاصناف اللي احنا مقدمينها، كوبايات الشاي، السكر، يعني يكون كل حاجه موجوده. بحس انه هي الفكره من البوفيه انه ان الناس تبقى بتعمل كل حاجه بنفسها، فما يبقاش في حاجه ناقصه فيضطر يسال، او انت تضطري توفريها له في نص العزومه، او لو انت وراكي حاجه تانية بتعمليها. فلازم يكون كل حاجه موجوده بتسهل على الشخص نفسه، انه ما يحتاجش مساعده خالص من صاحبه البيت. ف يعني هنا مثلا دي اللي ورا دي صنف هو بيتعمل اصلا كيكه كبيره، بس انا لما عملتها في البوفيه قطعتها قطع صغيره بايت كده، بحيث انه لو حد عايز تاني بيقدر ياخد، يعني او لو حد عايز يجرب صنف تاني فبيقدر ياخد من كل واحده قطعه. فبتبقى اولا ما يبقاش فيه هدر للاكل، يعني ما يبقاش فيه يعني ويست، لان في اكل بقى او اترمى. الشخص نفسه اكيد مش من ضمن الذوق برده ومن الاتيكيت ان انت ما تفوضيش في طبقك بواقي اكل كتير، او يعني لو هتاخدي حاجه بتخلصيها، فانت كده برده بتساعدي الضيف ان هو برده ما يعملش حاجه هو ممكن يكون مش حاببها. ايوه. فكلها تبس صغيره، بس في الاخر بتفرق في الشكل العام النهائي، وبتخلي الناس
كمان مرتاحه في البيت عندك. هي من ضمن الحاجات ان انت بتبقي حابه ان ضيوفك يكونوا يعني مرتاحين مبسوطين حاسين بالفه في المكان. وانت كمان عامله حاجه شكلها حلو في الاخر. ده غير طبعا شكلها حلو فهم مبسوطين هم شايفين حاجه شكلها حلو. أيوه. ويا سلام بقى لو طعمها حلو كمان يبقى احسن واحسن. دي اكيد عايزه لها بقى حلقه دي لوحدها. دي بقى مطبخ بقى بعد الحلقه. أيوة. طيب بصي انا عايزه كمان اتكلم عن البيت بقى. يعني انا دلوقتي سفرتي حلوه وشكلها حلو وبريزنتبل، عايزه اتكلم على الهوم ديكور، ازاي اقدر اجدد من بيتي في نفس الوقت ابقى ببادجت، يعني ما ادفعش فلوس كتيره في حاجه زي دي، ايه الحاجات التيبس اند تريكس كده اللي ممكن تديها لي؟ في يعني تيب كده انا بحبها قوي وعلى فكره مش كل الناس بتعملها، مش كل الناس بتاخد بالها منها، انك ممكن تعملي ديكور، وانا باي ذا واي عاملاها في البيج عندي، تعملي ديكور في البيت من الادوات التقديم اللي عندك. يعني انا في البيت عندي في عندي اطباق نحاس بقدم فيها شكلها حلو قوي كتقديم، بس انا بستخدمهم كديكور بعلقهم على الحيطه. في عندي كورنر كامل عاملاه نحاسيات مثلا، فعاملاها بالاطباق اللي انا بقدم بيها اوريدي. فاولا هي بستفيد بيها ان هي زهره عامله ديكور في البيت، فزهره قدامي طول الوقت وعامله، غير انها محطوطه في البوفيه او في النيش زي ما الناس كلها بتعين حاجتها، فهي مش باينه وبتحتاجي تشتري حاجه تانية مثلا تعلقيها على الحيطه. فدي برضو من الحاجات اللي انا بحبها قوي، انك ممكن تستغلي الادوات اللي عندك اللي ممكن تستخدميها في التقديم، انها عندي معالق الخشب مثلا. عندي كورنر عاملاه كله حاجات ناتشرال وحاجات معالق خشب مع اطباق نحاس. يعني اكيد في تواصل بينك وبين الفولورز اللي عندك على البيج، ايه اكتر حاجه الفولورز اللي عندك مركزين عليها وبيسالوكي عنها؟ الديكور وتوضيبات البيت بشكل عام بصراحه. دايما بيبعتولي، يعني في بيبعتولي صور التويلت عندهم، التويلت ده بشكله ده انا ارتبه ازاي، قولي لي افكار وتبس كده اعملها عشان التويلت بتاعي شكله يبقى احلى. في بيبعتولي الانتري مثلا الليفينج، عايز تعمل دي سنتر بيس للليفينج، بس سنتر بيس يعني عمليه، يعني حاطه فيها النوتس مع الاطباق الخشب التري اللي انا مستعملاها دي على فكره برضو، ما هي دي تري انا بستخدمها في التقديم في العزائم في العادي. بس انا استخدمتها هنا كسنتر بيس، فده الفكره اللي انا بقول عليها، ان ممكن بدل ما تشتري تري ثانيه للسنتر بيس اللي هتعمليها في على الكوفي تيبل عندك مثلا او ترابيزه الليفنج تستخدمي اللي عندك. فمثلا بيسالوني على حاجه زي كده، انا ترابيزه الليفنج عندي ويصوروا لي ترابيزه الليفنج بالشكل العام. دي من اكتر حاجات على فكره اللي بنبسط بيها، لان ساعات بديهم افكار او ببعت لهم صور لحاجات معينه ممكن يستخدموها او الستايل، يعني بقول لها ده يليق على الستايل عندك. فبتنزل تدور على اقرب حاجه وبتبعت لي الصور بعد ما بتعمل. دي بتبقى منتهى السعاده بصراحه لما بلاقي انه الفكره وصلت وعرفت تنفذ، وبتبعت لي كمان ان هي بتشكرني انه فرقت معاها او انها يعني عرفت من على بعد انها تعمل حاجه يعني. فدي حاجه بتبسطني، وبيسالوني كتير على طول بقى على موضوع الديكور او الكورنر او وساعتها طبعا على التقديم، انه لو عندي عزومه كذا فرد اعمل اصناف ايه واقدم ازاي، واحسن اعمل بوفيه ولا اعمله على السفره. كلها حاجات تفاصيل بسيطه بس دايما فاهم بيسالوني عليها. بس عايزه اقول لك انه انت بتقولي تفاصيل بسيطه، بس لما يبقى في حد عنده العزومه دي بيبقى محتاس مش عارف يعمل ايه، بالذات لو عروسه جديده، بالذات لو مثلا عازمين صحابنا وناس كتيره جايه لنا، ناس مهمه جايه لنا البيت اول مره، الحاجات دي كلها مهمه جدا. وعايزه اقول لك انه مهم ان انت كمان يبقى عندك العين الابداعيه دي، بتبقى صعب تبقى عند، بتبقى موهبه زي ما انت قلتي. ما هي دي حاجة. فازاي انت بقى دلوقتي عايزه اعرف منك ايه الجديد، الخطوات الجايه الجديده في وجهه نظرك؟ يعني النهارده اكيد انت عندك كده فيجن او رؤيه معينه في الحاجات الجديده في الديكور بالذات للبيت، لسه احنا ما وصلت لناش يعني. هو ده عموما فعلا انا الفتره اللي جايه ان شاء الله هركز فيه، وردي مجهزه حاجات هتنزل الفتره الجايه، يعني متوقعه ان شاء الله تعجب الناس قوي، لان فيها طابع بسيط وفي نفس الوقت يعني ملفت، وتحسي في اختلاف، يعني مش يعني ممكن يكون مش كل الناس اصلا شافت الشكل ده قبل كده. وهو عموما الاتجاه العام الفتره اللي جايه دي كلها للحاجات البسيطه والناتشرال، يعني الصوف
الخشب، الاخشاب، النحاس، احنا بقينا نشوف المكرميات مثلا، البيوت بشكل الطبيعه، الاخشاب بشكل الطبيعه، شكلها الطبيعي، مش متصنع او ما في حاجه. ما هو ده الاتجاه اللي طالع قوي الفتره اللي جايه، وبيبقى على فكره في كذا ميزه، انه بيبقى مريح للعين، ان انت بتبقي ما فيش ازعاج، ان كل حاجه طبيعيه. اي انسان عموما بيميل دايما للحاجات اللي رايحه للطبيعه، فكون ده يكون داخل في ديكور بيتك بينعكس عليكي تماما بالراحه وبالهدوء. فده الفتره الجايه ان انا هعمله، انه ازاي نعمل ديكور للبيت بحاجات طبيعيه او حاجات بسيطه على فكره، ومش عايزه اقول لك يعني موجوده في خان خليلي يعني مثلا، يعني انه النحاسيات والاخشاب والحاجات، الصوف والمكرميات والحاجات دي كلها موجوده عندنا في مصر في اماكن كتير، بس ممكن تكون الناس مش شايفه ان ده ممكن يعمل عندهم ديكور في البيت حلو ومختلف. لا احنا لو جربنا ممكن نلاقي حاجه حلوه. ده بالظبط، فهي بس ممكن تكون محدش لافت نظرهم او ما شافوش بعينهم تركيبه معينه. يعني انا في الفتره اللي جايه في حاجه عاملاها المكرميه طالعه موضه قوي وترندي قوي دلوقتي في ديكور البيت، انك تعلقي مثلا على الحيطه جدار كامل بالمكرميه مع النحاسيات والاخشاب مثلا. عايزه اقول لك ان الناس تعمل الحاجات دي بس في رمضان، يعني يبقوا متحمسين قوي ان هم يجيبوا النحاسيات والمكرميات والحاجات دي كلها في رمضان، اكتر بعد رمضان يشيلوها شويه، فده بقت موجوده كل سنه. لا دي موجوده كديكور وستايل منفصل تماما، ناس كتير دلوقتي بدات بتعتمد او بدات تعمله، لانه في الاخر انت قاعده في البيت انت عايزه تبقي مرتاحه، وفي الاخر برده كمان بيبقى شكله مميز. والحاجه مش كل الحاجه، يعني بتبقى في حاجات اللي هي الاخشاب دي بتبقى في منها سعرها في المتناول، في منها سعرها بيوصل لحد عايز يجيب حاجه يعني تبقى بسعر اعلى، فكل يعني في فرايتي كمان في الاسعار. فدي الفكره اللي انا الفتره الجايه هعملها، وهركز كمان اكتر، لانك سالت كتير قوي على ديكورات للتويلت مختلفه للكاونتر بتاعت التويلت، سالت برضو عليها كتير، ان احنا يعني عايزين اكتر وافكار اكتر، ودي برضو ان شاء الله الفتره الجايه هتنزل. فان شاء الله الفتره الجايه في حاجات كتير قوي جديده ومختلفه، وانا على فكره باخد الافكار دي كمان من الناس، من اسئله الناس ليا، انه بيطلبوا على حاجه معينه كتير. واهم حاجه بقى نغم يبقى اون بادجت، يعني احنا يبقى الحاجات دي كلها بنعملها باقل تكلفه ممكنه. يمكن في افكار كتيره قوي بتبقى بالنسبه لنا شايفينها ان يمكن تبقى صعبه، لكن هي في الحقيقه ممكن تتحقق بابسط الامكانيات الممكنه مع وجود ناس في الحقيقه بيساعدونا وبيدونا افكار وبيلهمونا، زي نغم. نغم النجار مصممه الديكور، كل الشكر ليكي على وجودك معانا، نورتي في ترانز. وبكده نكون خلصنا حلقتنا، اشوفكم بكره وترانز جديده. باي باي.